خلال زيارتنا القادمة إلى واشنطن، حيث سنكون هناك في يوم الأربعاء إن شاء الله، سنتطرق إلى هذه المشكلة مع الجانب الأمريكي. حينما نقول نتطرق إلى هذه المشكلة مع الجانب الأمريكي، لأن هناك عقوبات، وهذه العقوبات يجب أن لا تفرض على الجانب العراقي، لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمرة، وهناك شركات روسية فعالة في الساحة العراقية. Наши нефтяные компании здесь имеют очень серьезные капиталовложения и далеко идущие планы со своими иракскими партнерами. Инвестировано уже более 13 миллиардов долларов. И, конечно, в современных условиях, в условиях незаконных ограничений, которые навязывают американцы и их сателлиты, принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада. نحن ضد الحروب، ولكننا أيضا ندعو إلى وقف إطلاق النار، وضمن المبادرة والتي كانت مبادرة من مجموعة من الدول وممثلية الجمهورية العراقية لعبوا دور في هذه المبادرة بتأسيس مجموعة الاتصال العربية مع جانب الروسي وجانب الأوكراني. حاولنا النقاش في هذا المجال، ولازلنا ونؤيد وقف إطلاق النار لكي تبدأ المباحثات بين الطرفين وإنهاء هذه الأزمة العالمية في الواقع عن طريق الحوار وعن طريق المباحثات السلمية.